فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارا بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة صباح يوم الخميس 14 شتنبر الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص وهم سائق شاحنة ومساعده ومالك محل البقالة، والذين يشتبه في تورطهم في خيانة الأمانة والاستيلاء على مواد غذائية واستهلاكية تم تجميعها في إطار المبادرات التضامنية لدعم ضحايا الزلزال. وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت ببلاغ من ناشطة جمعوية تشتبه في قيام سائق شاحنة ومساعده بتغيير وجهة مواد استهلاكية قدمها متطوعون لفائدة ضحايا الزلزال وإيداعها بمحل تجاري كائن بمدينة تمارا، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي للتحقق من هذه الأفعال الإجرامية المفترضة. وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية سائق الشاحنة ومساعده وتوقيفهما بمنطقة المرس بضواحي تمارا، كما تم أيضا ضبط صاحب المحل التجاري وحجز السلع والبضائع المذكورة. وتعكف الشرطة القضائية حاليا على تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية والتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهما الثلاثة الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ما تنساش دير أبوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.